وعودة إلى موضوع تزايد الاضطرابات النفسية في قطاع غزة، حيث ينضم إلينا الدكتور فضل عاشور أخصائي الطب النفسي. دكتور فضل، أسأل أولا عن أبرز الأمراض النفسية الموجودة في قطاع غزة. في قطاع غزة في أمراض كلاسيكية موجودة في كافة أنحاء العالم، موجودة بنفس النسبة، لكن في انفجار وبائي في بعض الظواهر مش موجود في مناطق أخرى. في الحقيقة غزة بيئة حياة صادمة بتشكل ضغط وجودي على بقاء الناس، في حصار، في حروب متواصلة، في نسب، في أو بمعنى جوهري آخر، وانهيار كلي لأي عملية تنمية تلاحق حاجات السكان. أوكي، هاي الوضعية تتطلب قدرة على التكيف أو حاجة للتكيف معها، لكن المشكلة أنه مش فيش إمكانية للتكيف مع وضع من هذا النوع إذا استمر سنوات، يعني صار مستمر أكثر من عقد. ولكن دكتور، يعني ما هي أبرز الأمراض، أبرز الأمراض النفسية التي رصدتموها في قطاع غزة في ظل هذا الحصار، وقلت إن هذه الأمراض غير موجودة في العالم؟ هي موجودة في كافة العالم، لكن الآن موجودة بشكل وبائي بيختلف. مثلا عندنا حالة القلق الشاملة الناشئة نتيجة الضغط الشامل على كافة شرائح المجتمع أنتجت كم مهول من القلق، فجرت النزعات المرضية الكامنة اللي في الوضع الطبيعي ما بتنشأش، الآن نشأت وصارت نشطة، أهمها القلق والاكتئاب. طبعا كنتيجة لذلك شاهدنا مثلا انتشار وباء إلى ظاهرة الإدمان كشكل من أشكال التكيف الخاطئ أو صيغة من صيغ العلاج الذاتي. طيب. الخاطئة. فبالتالي ممكن نحكي أنه القلق والاكتئاب الخفيف هي الباك جراوند، الخلفية لانتشار مشكلة أكبر من ذلك. طيب. اللي هي وباء الإدمان عنا على ما هو متوفر من العقاقير. نعم دكتور، طيب هل هناك مستشفيات أو هل هناك إمكانات طبية تستطيع أن تعالج كل هذه الحالات في قطاع غزة المصابة بالأمراض النفسية؟ لا، هان في مشكلة. القصة أنه نحن الوصول لنا كأطباء نفسيين للتعامل مع هاي المشاكل من هذا النوع، إحنا المحطة الأخيرة، نهاية المطاف. قبلنا في عدة محطات من وصول المخدر، وجود بيئة مناسبة لصعود المخدر، قيم المجتمع وثقافته، هاي عملية أوسع نطاقا من قدرتنا على التعامل معها. أوكي، ما عندناش إمكانيات، كرد مباشر على سؤالك، فيش عندنا إمكانية حتى من الناحية الطبية لا نتعامل مع المشكلة، لكن حتى لو كانت عندنا إمكانية ما بتحلش المشكلة، لأن المشكلة أوسع نطاقا من ذلك. الحل تبعها بده يكون حل الأساس الاجتماعي والسياسي اللي وصلنا لوصل المجتمع لهذه الوضعية. دكتور، وهل لذلك محطة أخيرة؟ صحيح، لا نتعامل، أنتم محطة أخيرة، ولكن هل لذلك دائما ما يقال إنها لعنة أن تصاب بمرض نفسي في قطاع غزة؟ لا، أعتقد أنه في عنا تحول ثقافي بسبب الانتشار الشديد، الناس بيجونا للعلاج، وكيف ذروة الأزمة عادة ما بيجوش المرضى للعلاج لأنه مصورين أنه الأزمة هي المشكلة، لكن عندما تستقر الأوضاع وينشأ هدوء في هذه اللحظة بيكتشفوا أنه في مشكلة وبتدفقوا على للعلاج. الآن التدفق منخفض مقارنة بما نعرفه نحن من نسب لانتشار وباء إلى مشاكل نفسية ما أخذ طابع مرضي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من قطاع غزة الدكتور فضل عاشور أخصائي الطب النفسي.